صح؟ إذا متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. تنقلنا اليوم لمدينة بركان، وحنا في مدينة بركان حاليا في هذا الحي سميتو حي بوهديلة. بطبيعة الحال حي بوهديلة هذه الأحياء اللي بطبيعة الحال الشعبية اللي ساكنين فيها مجموعة من المواطنين والمواطنات ديال مدينة بركان. شفتوا مجموعة من الحالات في مختلف مدن المملكة المغربية. اليوم كنحطوا الرحال في مدينة بركان في بوهديلة باش نسمعوا لهذه السيدة ونعرفوا شنو راه وقع لها بالضبط. معنا واحد الاخ طبعا الحال اللي هو اللي عيط لنا، كان وصل بيننا وبين هذه السيده، غادي يحاول يشرح لنا الحاله ديالها، من بعد ندوزو عند السيده تشرح لنا الحاله. تفضلوا استاذ، هضر بصوت مرتفع شويه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكروا الجميع ونشكروا كاع جميع الخوت اللي راهم متابعينا، ونشكروا شوف تي في هي الاوليه اللي كل مره كزعما كتعطينا واحد الفرصه. نشكرها بزاف. كما راكم تشوفوا هذه الحاله اللي هي حاله صعيبه وحاله حاله صعيبه بزاف. كما قلت لكم هذه المراه مسكينه اللي كنا وصفوها لنا شي ناس وجينا عندها وكاتنا بزاف، وعايشه في واحد الكراج اللي هو مسكين، كراج ديال كاي كراج، وساكنين فيه هي والولاد ديالها والابناء ديالها، وهي مسكينه مريضه برجل ما كت عندي كاب مسكينه ما كتمشاش، مريضه مع العمليه مع وشفتنا بزاف هذه المراه. نطلبوا المحسنين يوقفوا معها، ونطلبوا من الناس الساكنه ديال بركان وجميع المسلمين، وراها مضروره بزاف، مسكينه مضروره وشفتنا بزاف، وحنا الجهه ديالنا ما قديناش. نتمنوا نتوما اللي كنتو تشاهدوا معنا هذا البث المباشر وراكم تشوفوا هذا، نشكر هذا المسؤول اللي راهم ونخلي الكلمه ليا مسكينه تقول. انا واخا نهضر ما عندي ما نقولش، هاكي خالتي قولي شي حاجه، راهي قولي وتكلمي اي حاجه عندك قوليها. السلام عليكم، انا المجدلاني فاطمه، عندي ثلاثه د الوليدات، درت حادثه تقطعت لي فيها الرجل وربطوها لي، فيها خمسه د العمليات، الرجل هادي فيها الحديد، هادي خمسه د العمليات. تخلاو عليا الحباب، تخلى عليا الراجل، لقيت راسي ثلاثه د الاولاد مرميه في الزنقه بالكروس، عندي اللي عطي الاولى اللي حنفي، حسيت راسي من فاشل مدينه بركان، كريت كراج. انتم ما تشوفوا الحاله كي دايره، المحسنين الناس هما اللي تيتهلاو فيا مره تيجيبوا لي الجيران تيعاونوني، الا ما طلقتش ما كاينش اللي يفكر لي وليدات ولي عطيت حق الله العظيم. الا شي مره انا مطوله ديك الشهر الدواء والله ما تنلقى باش نشري، عندي ثلاثه من الوليدات واحد تيقرا طلع الثامنه، هي الناس اللي تيساعدوني فيه الدواء عندي هالوراق الحديد هالعمليات اللي درت خمسه العمليات. تنتمنى من المحسنين يعاونوني باللي كتب الله، راني عايشه في واحد الكراج واحد الحاده لا يرتاد، الله يكثر خيركم عاونوني، راني محتاجه واحد، ما غنقول لكمش واحد الحاله لهلا يعيش شي واحد فيها، الله يكثر خيركم ويخلف عليكم. كي دوزي لحياتك في هذا الحجر الصحي في هذا الكورونا في هذا الشيء؟ داس عليا ولدي واحد هذا. عاود لنا شويه باش يعرفوا لنا شنو. والله العظيم الا ولادي ما تيبقاو ما ياكلوا، ها هو واحد الجار ديالي هو اللي جاب لي هذا السيد الله يخلف عليه، حتى عيط للمسؤولين، عيط للمقدم، عيط تيدوزو تيعطيو، انا هنايا انا وليداتي الناس يطيبوا ولادي تيشربوا، والله العظيم الا تندير لهم المسمن بلا زيتي هكاك تندير، اقسم بالله الا ولادي تيتشهب في الباب، ما كاينش اللي يدق عليا ولا يعطيه. تلقيت واحد السيد الله يكثر خير تيسكن جاري محمد تشوج، هو اللي عاوني، هو اللي جاب لي الناس، بقاو يجيبوا لي شويه السكر شويه الزيت شويه الطحين، بها باش كنت بهذه المعاونه ديال سيدنا الله يكثر خير. ما بقيت على الدص، الا ما خرجت طلبت ما نجيبش ولادي ما ناكلو، اربع شهور وانا جالسه الكره تجمع ليا حق الله العظيم الى 25000 ريال اللي راها تتسالني مولا الدار صبر عليا. ولادي جلسوا بالجوع، البنيتة الصغيرة تتخرج تقول لي ما فيا الجوع، تتقطع هنا ونخرج للباب نجلسي في الباب، واحد الحالة شنو نقول لك، واحد الحالة دزت فيها. لا لا يعيش شي واحد فيها، واحد الحالة لا لا يعيش شي واحد فيها، راه وقفت لي العظم عاد باش راني هضرت وباش شو نقول لك، شوف حالتي كي دايره، كل معوقه بالكروسه تنخرج نتبرمد للشارع نجيب باش ياكلوا وليدات،
راه خوتي شافوني عائلتي كلشي تخلاو عليا، الراجل تخلى عليا، بقيت غير الناس المحسنين هما اللي تعاونوني، عاونوني ولادي، عاونوني الله يكثر خيركم باش مسخاكم الله. تنشرب الدواء الميكرو ما بقيتش نشربو، الدواء العصب ما بقيتش نشربو، خرجت لي واحد الكوايره هنايا ديال العصب ما بقيتش باش نفوت، عيني دايما منها شوكي. غير البارح درت لها شويه، قالوا لي الناس زيد لها شويه الماور، كل مريضه هما اللي كيدوروا باش نمشي نفوت ولا نشري الدواء ما عنديش. تنخرج نجيب 400 ولا 600 باش نوكل وليداتي، ما كاينش اللي يعطيني. ثلاثه دولاب والكرا والماء والضو، واحد الحاله فيها الله يكثر خيركم يخف عليكم، عاونوني باللي كثر سيدي ربي. اش لك بزاف ديال المرضى هنا؟ سبع سنين شوف الحديد، ها تقى بها الحديد هذا، كان عندي هنا كان عندي هنا كان عندي هنا تيقيحوا لي رجلي كلها مشات، بقاتي هذه لاصقه سبع سنين وانا نعاني، كل ساعه هزاني لومبيلونس دياني وترقاي الناس تقول الناس يشريو لي الدواء هكا في السبيطار، لومبيلونس دايما هزاني، ها هما الحومه كلشي دايما هزاني لومبيلونس، الناس يعتقوني تنطيح هنا تنبقى نضرب راسي مع الحيوط بقوه الحرك، ديك الميكرو تيجيني بين العظم والحديد. فوت واحد الحاله لا يعطيها شي مسلم. اش كطالبي دابا ديال المحسنين؟ شنو كطالبي منهم؟ طالب منهم غير الكرا، قهرني الكرا، واش حيدتي المصروف ولا حيدتي الكرا ولا حيدتي الاولى البنت عزيزة عندها 18 عام، الاول دخلت كان صغير كنت شويه، دابا طالع تيزايد و تيقرا عندي الوليد مزيان الله يرضي عليه، طالع الثامنه ترقى باش نشري له الحويجه، تحاسبوني ما عنده، شوف النعاله باش راه ما عنده سبرديله ما يلبس. مشو المحسنين يعاونوني باللي كتب الله، انا ما نتشرطش عليهم اللي باش هما سخاهم سيدي ربي وموجودهم، يعاونوني باللي كتب الله الله يكثر خيركم ويخلف عليكم هذا الشيء. ما العائلة ديالك شنو ما كتواصليش معاهم نهائيا؟ لا، عندي امي الله يرحمها وبا الله يرحمها، الخوت ما رضاوش بي، قال لي درت حبي تولد في الكرباس مبقاوش يرضاو بيا، خوتي مبقاوش يخرجوا معايا، ختي تنوقف تنمشي عندها تتخرج تتقول لي ويا سيري سيري احنا جايين، ولدي تيدفع في الكروسة في العقب ما راضيينش بيا مع تبنيت في الكروسة. فين كتسكن بركان؟ بوديلا 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 تحت مجيت الماتش بوديلا معروف بوديلا بوديلا، هاد السيدة ساكنة بوديلا في اقليم بركان في مدينة بركان. تخلى عليا الراجل تخلى عليا، انت جات للسبقة تنطلب باش نجيب لولادي ما ياكلو، حلت واحد القراية ديال الخوت اللي تخلاو عليا ما رضاوش بيا، عاد وليت من الكروسة مي كنت مزحتي بغاوني وما درت قصيدة تعوقت حتى واحد ما بغانيت، كلشي تخلى عليا، بقيت ثلاثة الأولاد تنطلاطا والوقت صعيب. العشاء في الكراج الكراج والعافية بالصاد، واحد الحالة شنو نقول لكم، ربي اللي عالم بيها، ربي اللي تيخلق رزق اللي عالم بيها. كما كتشوفوا خوتي، كما كتشوفوا خوتي، السيدة ساكنة هنا في الكراج عندما باش تشوفوا، ساكنة في حي بوهديلة هنا في الكراج، ها فين ساكنة باش تكونوا قراب من الواقع اللي عايشة فيها السيدة هذه. واه في الكراج كلشي كاين دابا، هنا كوزينة، هنا كلشي، يعني كلشي كاين هنايا، كلشي كاين هنايا. هذا هو التواليت، هنا كاين التواليت كما كتشوفوا، الناس ديال بركان اللي كاينين في الخارج، الناس بركان اعياء المدينه، والناس اللي بركان اللي لاباس عليهم طبيعه الحال، حنا كنعرفوا مجموعه من الناس ديال بركان اللي كدير الخير. السيده عندكم في بركان هنايا، حاولوا انكم تعاونوها باش ما كتب الله. انتم كما كتشوفوا ها فين ساكنه، ساكنه في كراج، السيده ساكنه في كراج، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تعاونوا مع هذه السيده، الرقم ديالها هي 06151 12 39. هادي هي الوضعيه ديالها خوتي، ساكنه في كراج هاد السيده، ما قادرينش تعاونوا، حاولوا تبارطاجيو الاخوان باغيين يعاونوا، حاولوا تبارطاجيو للناس يشوفوا
يشوفوا السيده الناس ديال بركان، ما تدخلوش وتخرجوا، حاولوا انكم تبارطاجيو كما تبعتوا اللايف نتاع القدوم ديال البركان، حاولوا انكم تبعوا هذا اللايف وتشوفوا مزيان، تشوفوا مزيان السيده فين عايشه. راه عايشه في بوهديله بالقرب من الماتش، واحد المنطقه سميتها ماتش الحاج ديال الحاج ابراهيم، الماتش الحاج ابراهيم. سولوا على اي واحد يجيبكم البوهديله. السيده عطيت لكم النمره ديالها 06151512939. حاولوا تعاونوا هذه السيده الاخوان، بارطاجيو كلشي ديال بارطاجي المشاركه، كلشي ديال المشاركه باش انه هذه السيده يعني تعاونوها، واخا يكريو لها غير شي بلاصه ولا يبعدوها من هنايا ولا يعاونوها على الدواء ديالها ولا على الرجل ديالها ولا شي حاجه. ارجوكم اخوتي حاولوا تعاونوا مع هذه السيده هذه. اختي داني الباتا غازوت، حاول تبارطاجي اخويا ولا توصل له هذا الفيديو، توصل له هذا الفيديو. اختي اخر من كلمه، شنو تبغى تقول لهم ولا المحسنين شنو تبغى تقول لهم؟ نطلب المحسنين يكثر خيرهم، يعاونوني باللي كثر الله، وخا على الوليد القرايه، على اللي باش مسخهم سيدي ربي، باش مسخهم سيدي ربي، جودهم يغطي. نطلبهم راه شافوا الحاله ديالي كي دايره، وثلاثه ديال الوليدات والكره والماء ومعوقه مريضه والدواء وكلش، جودكم يغطي، الله يكثر خيركم باش مسخكم الله، الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم، يكثر خير هاد الدراري هادو اللي ساعدوني، تعطيهم دعوه الخير. دوزوا كلمه للاستاذ، انت الجار ديالها استاذ ياك؟ احنا انا من السكينه ديال حي بوديله. احنا الحاله هذه بقات لينا بزاف، وقبل ما نبدا عاوش مبروك الاخوان اللي متبعينا متبعونا عبر الصفحه ديال شوف تي في، ونشكروها بهذا المنبر لان البات الدعوه ديالنا وجات عانت في الطريق وجات توصلت لهذا الحي، هذا الحي اللي كيما كنقولوا حي شعبي، وجات عندنا باش تصورنا الحاله اللي واش غنقول واحد الحاله يرثى لها كما كيما كيقول. الله يكثر خيرهم، كما جاوش يدو ديما هاد الحاله اكتشفنا هذه قبل العيد الكبير واحد الشهر، انه جا لنا واحد السيد، من هنا من دار الجار ديالها، ما حنا ماشي بعاد، حنا ماشي بعاد، ولكن حنا بحال هاد الحالات كنا نساعدو ونعاونو واخا ما عندناش، طلع ميكروفون كنعاونو باش ما كتبو، بقات فينا بزاف، لان فواحد الحالة هي معاقة. فرد التليفون ديالك انت، هذاك النمرة فين راه؟ هي واحد الامرأة معاقة تخلى عليها الراجل ديالها، كتصوني فين كتجاوبها؟ عطيه لماماك، عطيه لماماك. لا لا ديالي التليفون هانتي. ديالي لا راه بيبان التليفون ديالي. لا لا كناش كيصوني 06 15 51 12 39. 06 15 51. شو؟ كاين الصونات؟ سيدنا سمعني كمل اسد كمل. كما قلنا ان هاد السيده معاقة تخلى عليها الزوج ديالها اللي هو ما تخلى معاها ثلاثه ديال الوليدات، الوليد راه يقرا في الثامنه، البنت مسكينه عندها 18 عام. حنا خايفين هاد البنت هذه المصير ديالها كي غادي يكون المصير ديالها، هي الام ما قادرهش تعيش. 15 ما كاينش 15. بس فين هي لاكا؟ هاد الام ما قادرهش تعينو وخليتي الاخرى. هاد الام معاقه وعندها ثلاثه الدراري كي الاخوان، غتشعل النمره دابا ديالها، غتشعل النمره دابا ديالها. عطيهم هذيك، حيد النمره. رد النمره اللي عطينا للناس معايا 06 15. دابا هاد المراه حدانا معاقه ما تقدرش تخدم، كتمشى في الكروسه، عندها ثلاثه ديال الوليدات، عندها البنت عزبه 18 سنه. دابا اللي نفترض انها ما كاينش ناس جيران اللي راهم شويه كيدفعوا بها شويه، كيجيبوا لها مره كيجيبوا لها شويه ماكله مره، اش غيكون المصير ديال ديك البنت اللي عندها 18 سنة؟ المصير ديالها راه باين، الا كانت غادي تخرج الزرقاء غادي يكون عندنا واحد. ولهذا نتمنى من الاخوان المحسنين انه يعاونوا هذه السيده، لان احنا واقفين على الحاله وعارفين شنو بها، بكينا معاها والله بكينا معاها، ويعاونوها، وبالاخص الجاليه المقيمه بالخارج، الجاليه المقيمه بالخارج، ناس بركان، وكذلك الاعيان ديال المدينه، البرجوازيين ديال المدينه، وكذلك المسؤولين، انه يشوفوا لهاد السيده هذه ويحاولوا ينقذوها، حاولوا شويه يرفعوا لها من المعنويات، لان مسكينه في واحد الحاله نفسيه اللي هي محتمه نهائيا، كنشوفوا النفسيه ديالها محتمه، ولهذا
نقولوا الكلمه الاخيره واش غادي نقولوا، وانه يعاون هذه السيده هذه، والله يجازي كل من اللي غادي يعاون هذه السيده. وشكرا لكم. شكرا. كتشرب الدواء شتها ما كتشربش الدواء ديال الميكروب وداك الشيء دابا شنو بالك انت؟ الدواء دابا حنا كنا نعاونوها، ولكن دابا حنا جد ما بقيناش، حتى حنا فقراء، حنا في وسيطه. دابا شي واحد الا بغى يشري لها الدواء اللي راه يشوف هاد اللايف هذا، انا بغي يشري لها الدواء مرحبا، يعني النمره ديالها عند في الصفحه، انه يجي يشري لها الدواء، ولا لحقاش راه ضروري خصها الدواء، حيت انا راه كتعاني ضروري خصها الدواء ديال الميكروب، راه خاطش هي عندها الحديد في الرجل الداخل. شحال هو؟ كيما تشوفوا كيما تشوفوا هذا كلشي دواء، كلشي دواء، كلشي دواء. صافي شحال تاسه؟ كلشي دوايات. عندها شي كود هذيك ولا ما عندهاش الكود؟ هو دير دير اخويا دير. ولي هذا كلشي دوايات هادشي. على هاد المرا كيما تخلاو عليك، تخلى عليها العائله ديالها، تخلى عليها الزوج ديالها. انا تخلاو عليها بزاف ديال الناس، ما خصناش تخلاو عليها لحقاش عندها وليدات، عندها متعزبه، عندها ولد كيقرا في الثامنه. دابا الا زاد تا كان ولد غادي يضيع البنت، يمكن هاد العائله غادي تشرد، غادي تشرد بمعنى الكلمه. ولهذا نقول ان الناس المحسنين يعاونوا هذه السيده، وجزاكم الله خيرا وشكرا. نشكر كاع اللي الطبيب دوز يعطينا الميكرو ليهم. الطبيب حيد لي الحديد، نهار حيد لي من رجلي، قال لي غتولي تعاودي غديري خاتم هنا، حيت ما تقدريش توقفي عليها. ما وليتش الكونترول، قلت اللي ما عنديش نخلي ولادي عند الجيران، وما عندي لا باش نركب باش نخلي ولادي. كنت تجاوبي اختي؟ جاوب 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 على ماماك. الو 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 السلام عليكم. الو شكون معايا؟ انت اللي عيطتي دابا؟ هو وا انا بنتي، وا انا اللي دايره. اذا كما كتشوفوا متتبعي قناه شوف تي في، هاد السيده ما بداو الناس يعيطوا لها، حاولوا تفرحوها باش ما كتب الله السيده فين عايشه. شوفوا فين عايشه السيده، ها فين عايشه. نشكرك اخي انت اللي سيدة. مرحبا مرحبا هذا واجب، مرحبا هذا واجب، جاي الطريق بعيده ونشكرك. مرحبا مرحبا خويا، نتمنوا الشباب يكونوا بحال بزاف. تحيه. اذا كما كتشوفوا هاد التواليت، ها فين ساكنه السيده، ها فين ساكنه، ها فين كطيب، ها الكوزينه ديالها عندها متر ولا ما كاملاش، هنا الكوزينه ديالها، ها الماريو، ها الماريو، ها الكراج من برا خوتي باش تشوفو، حيد اختك باش ما تبانش، صافي روحي من هنايا باش ما تبانيش اختي، ها الكراج فين ساكنه خوتي، ها فين ساكنه. هذا هو مش معروف باش ما هذا ملعب تيلعبوا فيه كره، يلعبوا فيه ولاد بوهدي ولا الشباب تيلعبوا فيه، واحد الملعب صغير هنايا. ها هي ها الكراج فين ساكنه السيده، ها فين ساكنه السيده. اذا قلتي لي الخاتم، مالا الخاتم نساعدوك، مالا الخاتم شنو قلتي لي؟ قال لي الطبيب تولي عندي، طلعي باش يشوف، قال لي من حيد لي الحديد، كان عندي الحديد هنا، قال لي غديري ديري يديك تشوفي. معليش معليش العظم هنا، المخ ديالو بقى يبان تهرس، قال لي واخا برا ما براش مزيان، خصنا نعاود نحيدو لي الحديد. قال لي غتولي الكونترول وغنديرو لك الخاتم هنايا، ديك بحال بلاكه هنايا. ولي ما وليتش، قلت لي ما عنديش اولدي، ما وليتش ما وليتش فاس المركب، والوليدات فين نخليهم؟ الجيران، وما عنديش باش نمشي ولا نجي وشنو نخلي وليداتي؟ البنيته عندي عزبه تنخليها مع الجيران، واللي تيقرا لا حتى واحد اللي غيكون بيا، ما قديتش وما وليتش اولدي، حتى الكونترول ما درتوش، ما درتش الترويض، ما درت حتى حاجه، حتى الدواء اللي قال لي الميكروب ما تقطعيش، على حسب عندي الميكروب هنا بين العظم وهذا، ما تنشربوش لحقاش ما قديتش اولدي. شنو تبغي تقول للمحسنين دابا؟ يعاونوني باللي كتب الله باش ما سخاهم الله. هما وجودهم، انا ما تشرطش عليهم، هما شافوا الحاله كي دايره، شافوا حالتي، ها كلشي هذه فيها الحديد المعوقه، الوليدات عندي ثلاثه، الوليد راه دخل الثامنه ما راقيش حتى السبرديله، حالته حتى الحوايج عطاوه الناس، الكرا راني في كراج واحد الحاله وما تيشوفوا فيها، جودهم يغطي، راهم تيشوفوا في الحاله كي دايره باش ما سخاهم الله. انا ما غنتشرطش عليهم، انا تنطلبهم باش ما سخاهم الله، الله يكثر خيرهم. هم الوالدين كثر خيركم انتوما.
إذن هذه رسالة الناس بركان، الناس بركان كتعرف صاحبك من بركان بارطاجي له هذا الفيديو هذا يشوفه، كتعرف صاحب كتعرفي صاحبتك من بركان بارطاجي لها تشوف هذا الفيديو هذا. بغينا البراكنة يدخلوا يعاونوا هذه السيدة، راه عندكم بزاف ديال الحالات هنايا تيعيطوا لنا بزاف ديال الحالات من بركان، الناس ديال المدينة اللي عندهم الجنانات وعندهم الفيرمات وعندهم داك الشيء. هذا هو هذا هو صدقة، هذه هي الصدقة خوتي. إلا جيتوا عند هذه السيدة، شوفوا فين عايشة، إلا جيتوا عند هذه السيدة وقدمتوا لها يد المساعدة راه الدنيا وما فيها خوتي. السيدة عندها معاقة ماشي صحيحة باش تخدم في الديور ولا شي حاجة، طلع اختي شوية باش يشوفوا الناس، السيدة راه عندها إعاقة يعني عندها الحديد يعني راه شي حاجة اللي صعيبة صعيبة بزاف. فتحي لي العظم هذا هنا ديري لي قطيب، ها هي بلاكة هنايا. إذا خوتي رجليها كاملة حديد كان حيدات وكاين اللي قطعت هذه ولات هذه كلها مشات ما نقدش نتمشى يعني ناقصة. ديما ديما هي حاول أخويا تدخل النمرة ديالها، النمرة ديالها خويا حاول أخويا تدخل عند السيدة كتب لها 06-15-51-12-39 وسولها على الدواء وسولها على الوضعية ديال أخويا باش أنك تعاون معها. إذا خوتي احنا جينا عند هاد الحالة، تزيدنا شي إضافة؟ تزيدنا شي إضافة؟ تفضل أستاذ تزيدنا شي إضافة. حاول تجلس معليش. السلام عليكم الخوت، أنا هو عبد الله العربي مدينة بركان، يعرفني عرفوني الدراري ديال بركان كاملين. أنا هاد السيدة كيما قلت لكم بحال الوالدة ديالي، أنا شفتني نهار وجيت عندها أنايا معاها شفتني بزاف، وديجا كنا درنا واحد عمل خيري. نتمنوا المدينه ديال هاد الساكنه ديال مدينه بركان، نتمنوا يشوفوا هاد الحاله ويعاونوها. نتمنوا حقاش كاينين الناس اللي باغيين يديروا خير، كاينين نعرفوهم. نتمنوا الشباب، نتمنوا الناس يبارطاجيو هاد اللايف هذا، ونشكروا شوف تي في هي الاولياء اللي جات وجات من بعيد باش تصور هاد الحاله وساهمت معنا، ونشكروها بزاف، ونشكروا الجميع اللي راهم متبعين هاد البث المباشر. نشكروا هاد الحاله، وما تعياتش تقول في الاخر شي حاجه في الحاله ديالها، ما تقول والو في كراج، حنا غير في الديور ديالنا وما كنقاديش. عاد هي في كراج الاولاد ديالها، عندها واحد الولد الابن ديالها كيقرا في الثامنه وكيقرا مزيان، ومهم الظروف دوك ماشي غادي يشوف هاد الحاله هكذا مسكينه امها هكذا وكذا، غادي يبقى يبكي صافي، غادي يقدر يولي الزنقه يولي مشرط. عاود عنده اختو عاود مسكينه ما لا خدمه لا هذه لا قرايه، مسكينه مقابله غير امها شحال قدها، هاي وحنا تيستطيح امها تموت مريضه شويه مسكينه، شحال قدهم هاد الناس، شحال قدهم. ما احسن العون، نتمنوا مدينه الساكنه ديال بركان، هذا الميساج كنديه للمدينه الساكنه ديال بركان، الا كتشوفوا هذا الميساج تعاونوا مع هاد السيده ووقفوا معاها، نحسبوها منا ونوقفوا معاها، نديروا يد في يد ونتعاونوا معاها. وكان واحد المحسن عاونها، نشكره جزيلا وخيرا، وكنتمنوا المحسنين كاملين. شكرا الله يحفظك. باقي الناس ديال بركان ربما ما عارفينش الحاله ديالها، داك الشيء علاش اخويا؟ واه كاين الحاله ديالها مؤخرا ما عرفوش يعني الحاله ديالها عاد باش عرفناها. كاين المدينه الساكنه، الساكنه هنا كاين اللي ما عرفهاش حقا، كاين اللي كيشوف مسكين كيقول راه عندها ولا راه فهمت، ما هي الحاله مسكينه راه والو. النهار الاولى ملي جيت عندها من وراوها لي كان قالوا لي هاد السيده راه دخلت عندها هنا، بعد تروكوا ساعه هي تقول لك بقيت نبكي علاش؟ واحد الحراره صافي، انا جات لي ما يبقاش رجلين ديالي في الشلو. مين تشوف الام ديال بحال هكذا وتشوف هاد الحاله، فين تزيد في هاد صافي كتقول نطلبوا ربي المحسنين، انا كنطلب ربي المحسنين يعاونوا هاد السيده واللي عنده ما انا والو، نعاون نديرو غير يد في يد ونتعاونو معاها مسكينه، راه شنو نكريو لها فشي بلاصه ولا نتعاونو معاها نديرو يد في يد. الحاله مسكينه، هاي الولاد ديالها مسكينه هما كنشوف فيهم دابا مشردين، هو خصها الدخول المدرسي جاي، ها بزاف صوالح جايين، خصنا نعاونو معاهم، نتعاونو شنو خصها الكتب، خصها الله يحسن العون. نتمنى انا هاد نتمنى لهذا هذا 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 التموشيل يشوفوا الساكنه ديال مدينه بركان، والمسؤولين هاد المسؤولين اللي راهم مضيعين هذا هذا هذا. نشكر اخويا على شتي في اللي هي دائما زعما كتنقل هذا البث المباشر، كتدير واحد الحاله اللي هي شوف تي في زعما صراحه خويا والله العظيم اللي هي نشكرها بزاف انا بزاف والله، وجزاكم الله خيرا، تبارك ربي المحسنين. نشوفوا هذه السيده من حالها. شكرا لك خويا. اذا كما كتشوفوا اخوتي السيده حنا جينا عندها بطبيعه الحال تلبيه لطلب الاخوان هنا ديال بركان، جينا وجينا وسط مدرسه ضربنا الطريق جينا لهذه المنطقه هذه باش اننا نصوروها. النمره ديالها 06-15-51-12-39، حاولوا انكم تعاونوا هذه السيده، حاولوا تبارطاجيو الناس ديال بركان، بارطاجيو في لي جروب بركان، بارطاجيو عند الناس ديال بركان باش انهم يدخلوا على هذه السيده هذه ويعاونوها. دمتم في رعايه الله، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.